صباح الخير اخواني واخواتي، نقدم لكم اليوم خرز الحية او يسموها زوعة الحية. هذه زوعة حية من احد الافاعي اللي صحراء العمارة، جدا جدا قوية وروحانيتها جدا عالية. طبعا زوعة الحية شغلها شغل عام، يعني دوائر دولة حكومة جاها وجيه، عقد لسان محبة بها جدا قوية، جلب ايضا بها جدا قوي. شغلها شغل عام، تشتغل على عامة النساء وعامة الرجال، خصوصا إذا كانت أكو مشاكل بالدوائر دولة أو العمل الوظيفي أو الشخص اللي يشتغل بأي مكان، من يشيلها وياه راح يشوف الأمور شوية تهدأ عنده وتحل المشاكل من بعد أمر الله سبحانه وتعالى. كل الأمور اللي نذكرها أخواني وأخواتي الأعزاء، أول شيء خلي واحد يتوكل على رب العالمين لأن الله على كل شيء قدير، ومن ثم يتخذ الحجرة أو الشيء اللي ننطي إليه وسيلة من بعد أمر الله سبحانه وتعالى. هذه زوعة مختلفة يسموها زوعة حية، أيضا بها عيون يطلق عليها زوعة حية سليمانية، يعني ممزوجة ما بين زوعة الحية وما بين الحجر السليماني، فعاليتها جدا جدا عالية. من الأعراض اللي تبين اللي يشيلها الشخص وياه عندما يشيل زوعة الحية، طبعا أول ما يحس شوية دوخة عنده وثقل بجسمه وأعضاء راسه، ومن ثم يحس يعني شلون احنا نقول يلعب نفسه. هذه الصفات اللي تتميز بها زوعة الحية عن بقية الأحجار. الختم مالتها لازم ترسل إلى روحاني مضبوط، لأن أي خلل بيها راح مباشرة توقف تنضرب، خصوصا زوعة الحية. زوعة الحية تختلف عن بقية الأحجار وبقية مثل ما قلت تختلف عن بقية الأحجار، روحانيتها تختلف أيضا اختلاف كامل وشامل. أي استفسار موجود رقمي على الواتساب، سواء عن الحجر أو عن أي شيء ثاني أو عن ختم الأحجار، رقمي موجود إن شاء الله، وإن شاء الله ما أقصر وياكم. حتى إذا ما جاوبت نفس الوقت جاوب وقت ثاني. أخوكم أبو فاطمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.